السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير إن شاء الله، ولقاكم هذا الفيديو ونتمنى صحة جيدة. اليوم جيت نقدم معكم هذه الأكلة هذه اللي الأصل ديالها تقريبا يعني من الأمازيغ ديال الأطلس المتوسط اللي كيديروها، معروفة عندنا في يعني في القبائل ديالنا الأمازيغية، معروفة جدا، كيسميوها أمعراض ولا شكناف ولا كل كيفاش كيسميها. ايوا اليوم جيت غير نقدم معكم يعني كيفاش كتكون الشكل ديالها. شويه هي غتبان لكم غريبه، ولكن هي فعلا كتكون لذيذه بزاف وبنينه. دابا الاخت ديالي اللي كتصايبها هي، ومن هي كتصايبها قلت نشارك معكم واحد شويه غير لقطات منها. هي صايبتها هياد وقلت ليها نصور، مع نصور يعني واخا غير لقطات قليله يشوفوا المشاهدين ديالنا هذه الطريقه. هذه كتكون هنا يعني الكرشه ديال الدواره ديال الحولي، كتكون الكرشه وكتكون الريه وكيكون يعني مسارن الشحمه الى اخره، كتكون على هذا الشكل هذا وكيشويوها هكذا، يعني كتسمى بالامازيغيه كتسمى معرض هكذا. كيكون الشكل ديالها يعني كتكون بنينه بزاف ولذيذه، وان شاء الله تعالى حنا درنا هذه المجموعه هذه. هذا غنطيبوهم في غير في الطنجره، وهذا غادي نديروه ان شاء الله في على الفحم ان شاء الله تعالى. ايوا كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه هذه وتجربوها. يلا خليتكم على خير، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتستحسنوا هذا الفيديو خفيف ظريف. يلا في رعايه الرحمن. للاشاره فقط، فبالنسبه للتوابل ما ذكرتهاش من اول ما كنصور، ف يعني حيت ما صورتش الفيديو من اول ديالو من الطريقه ديال التحضير الى اخره، هذاك علاش فكنكتفي غير بالملح، كميه قليله بزاف ماشي كثيره. وبالنسبه حتى للكمون نقدروا نستغنيو عليه، يعني حتى للتالي كان نقدروا نضيفوا واحد الكميه قليله بزاف. ويعني حتى كنتمنى فرصه ماجيه ان شاء الله وفرصه اخرى ونصور الفيديو من الاول حتى التالي بكل تفاصيل ديالو، الطريقه ديال التحضير والطريقه ديال التقطيع ديال هاد الاحشاء ديال الخروف وطريقه اللف ديالها على داك العمود، لان كتبغي واحد الطريقه خاصه بالنسبه للف ديالو ولا حتى الشواء ديالو على الفحم. وهكذا يعني كنطيبوه حنا على ماشي ما موجودش الفحم، كنطيبوه على في الطنجره ديال الضغط اولا المده تقريبا بين ساعه ونص حتى لساعتين وعلى نار مهيله بزاف. من بعد ملي كيطيب كندخلوه في واحد الصينيه الفرن يتحمر غير من الفوق فقط
على نار مهيبة وصافي، يعني كنبقاو ندورو حتى كنشوفو بينا طاب مزيان، وكنخرجو نقطعو على هذا الشكل هذا كما كتشاهدو، ولا كنقطعو دوائر رقيقة بزاف وكنقدمو تيكون طبق سخون. وراكم عارفين المشويات كتكون يعني كتكال كيكون طبق ساخن. ويعني واحد الملاحظة أخرى بالنسبة ل يعني هذه طريقة زوينة بالنسبة خصوصا الأحشاء ديال عيد الأضحى ديال العيد مثلا، كاين اللي كيتخلص منها، كاين اللي ما كيبغيش تقليها ولا إلى آخره، وكيتخلص من هذيك الأحشاء. ربما هذه طريقة جديدة يقدر يستعملها الواحد، وهكذا كي ما كيتخلصش من هذوك الأحشاء. صافي، يعني تنتمنى تكون يكون هذا الفيديو في المستوى ويروق الاعجاب، ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله ويروقكم، وتستعملوه ويكون معتمد عندكم، وتولفوا ان شاء الله الا استعملتوه راه غادي تقدروا تبليو مدمنين عليه ان شاء الله. عنده واحد المذاق هائل بزاف وزوين، معروف خصوصا عند القبائل الامازيغيه. وكنتمنى بهذا الفيديو يصير يعني ماشي غير محبوس في هذيك المناطق، ويصير يعني معروف عند الناس كلها، والناس كلها تستعملوا ان شاء الله، وكل شيء يجربوه وكل شيء يذوقوا منه، لان فعلا الطبق يستحق التجربه وزوين زوين بزاف صدقوني، والله غادي يعجبكم ان شاء الله تعالى. وتنتمنى لكم فرجه ممتعه، وشكرا على المشاهده، الى عمل لاحق ان شاء الله. ما تنسونيش مصالح الدعاء في رعايه الرحمن.